أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد أهم العناوين. اللجنة التنسيقية للميثاق الوطني العراقي تؤكد دعمها لانتفاضة تشرين الشبابية وتدعو المجتمع الدولي إلى مساندتها. في صحيفة المدى، قوة مكافحة الشغب مكلفة بتأمين تظاهرات الجمعة بتسمية جديدة. عربي 21 دعوات للإضراب العام في لبنان ومواصلة التظاهر. العربي الجديد لبنان، حكومة الحريري تقر 18 بندا إصلاحيا تحت ضغط الشارع. وفي الشرق الأوسط، أكراد سوريون يقذفون قوات الجيش الأمريكي المنسحبة بالحجارة. وفي صحيفة القدس، أردوغان لن نحتل أي جزء من سوريا وسنتخذ الخطوات القادمة بعد لقاء بوتين. وفي العربي الجديد، واشنطن لا تستبعد فكرة تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا من داخل العراق. نبدأ من انتفاضة تشرين، إذ يقول الكاتب ماجد السمرائي في مقال بصحيفة العربية اللندنية أن عنصر القوة في انتفاضة الشباب العراقي هو عدم خضوعها للتعليب السلطوي الخادم لمصالح الأحزاب ومن خلفها إيران، وكذلك عدم تبعيتها لجهات سياسية. من يعتقدون وهماً وتكابراً أن السيناريو الذي تنفذه الواجهة السياسية للنظام ضد الشعب المنتفض قد نجح أو في طريقه للنجاح، هم في عالم آخر بعيد عن الواقع العراقي الجديد الذي صنعته انتفاضة شباب الأول من أكتوبر نتيجة تراكم الظلم والإفقار والإحاطة بسلاسل التخلف والهمجية الممزوجة بحب المال والتسلط السياسي. فصول السيناريو ضد الشعب المنتفض ليست متقنة وتخلو من التجديد، وهي تكرار لذات السيناريوهات البائسة منذ عام 2005 ولحد الآن، خاصة بعد خروج القوات الأمريكية من العراق عام 2011 وسيطرة القوى المسلحة الوكيلة للنظام الإيراني على مقدرات الأوضاع في العراق، وبعد أن تحولت مقاومة العراقيين المسلحة خاصة في محافظة الأنبار ضد الاحتلال الأمريكي إلى جزر متقطعة من الاحتجاجات السياسية السلمية ضد الظلم والقسوة الطائفية، ثم انتقلت بعد عام 2013 إلى الساحة الأكثر إيلاماً وهي الحاضنة الشيعية التي تاجر بها ورابح بواسطتها السلطة أولئك السياسيين، لكنها سلطة ابتعدت عما كان يتوقعه أبناء الشعب كبديل عن سلطة الاستبداد والديكتاتورية، سلطة خربت البلد وفككت روابطه التاريخية والاجتماعية والثقافية وانشغلت في نهب الثروات وأوغلت في جعل العراقيين يصارعون الموت من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من أولويات الحياة. إن ما حصل هو رفض كامل لحكم الأحزاب الفاسدة، ولا تنفع أي حلول ترقيعية تخديرية، لأن حلقة التواصل التي كانت تعتمد عليها الأحزاب مع الجمهور الشيعي قد تحطمت بفعل سياسات تلك الأحزاب وليس أبناء الشعب، ولهذا لم تكن الأحزاب الشيعية تتوقع أن تحدث المفاجأة ويحصل التمرد من داخل ما كانت تعتبره ساحتها الجماهيرية. يوما بعد آخر تغوص السلطة في العراق في وحل القمع، فبدلا من تقديم استقالتها والمثول أمام القضاء بتهمة القتل العمد أو على الأقل الاستجابة لمطالب المنتفضين المشروعة، راحت تواصل الليل بالنهار لمنع انطلاقة الانتفاضة بعد عدة أيام، وتحديدا في 25 من شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري. مقال للكاتب عوني القلمشي في صحيفة العربية الجديدة. واهم من يعتقد أن الانتفاضة العراقية غير قادرة على مواجهة السلطة ومحاولاتها البائسة، ف
فالانتفاضات الشعبية في عمومها تعبير عن قوانين اجتماعية تسري على جميع المجتمعات البشرية، أي أنها ليست ابتكارا عراقيا، وإنما حفل بها تاريخ الشعوب المضطهدة التي قررت التحرر من أنظمتها المشبوهة والعيش بحرية، وهي في الوقت نفسه تحظى بأهمية خاصة في العلاقات الدولية باعتبارها عملا وطنيا ذا قيمة إنسانية وموضع اهتمام لكل الشعوب وفي كل الأزمنة والظروف. ولا يغير من هذه الحقيقة التقليل من شأن هذه الانتفاضة أنها عفوية وغير منظمة، ولا تتوفر على برنامج سياسي وقيادة تدير شؤونها. وحتى إذا افترضنا صحة هذه الادعاءات، فإن التاريخ قدم لنا نماذج عديدة لانتفاضات عفوية تحولت مع تطور الصراع مع أعدائها إلى انتفاضة منظمة، وأفرزت قيادات ذات كفاءة وحددت شعاراتها السياسية واختارت آلية مناسبة لإدارة الانتفاضة. وثمت انتفاضات حققت مطالبها كاملة غير منقوصة، وأخرى حققت خطوات مهمة على الطريق مثل تونس والسودان والجزائر. فالانتفاضات الشعبية من هذا الوزن عفوية أو منظمة ليست تظاهرة سلمية للدفاع عن حقوق الإنسان أو الحيوان أو الحفاظ على البيئة تبدأ وتنتهي في وقت محدد سلفاً، وإنما هي فعل ثوري وكفاحي قد يمتد إلى وقت طويل. لا، بل هي حرب وطنية كبيرة ضد قوى غاشمة أو حكومة عميلة أو ديكتاتورية. باختصار، على الرغم من كل العقبات التي تعترض طريق الانتصار، وعلى الرغم من المؤامرات المحلية والإقليمية وقوى الاحتلال ضد الانتفاضة وتحديدا أمريكا وإيران، فإن انتفاضة العراقيين تمتلك كثيرا من عناصر القوة التي أساسها شباب العراقي ونساؤه والتأييد الشعبي لها، إضافة إلى أن السلطة قد وفرت لها كل شروط الانتصار جراء سقوطها السياسي والأخلاقي. لو أقسم مستشارو رئيس الوزراء بأغلظ الأيمان أن ما حدث في التظاهرات الأخيرة كان دفاعاً عن هيبة الدولة لما صدقتهم، حتى لو كان ذلك صحيحاً. فهل يعفي ذلك جوقة المستشارين هؤلاء والضباط الكبار من جريمة قتل الشباب بدم بارد؟ سؤال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. للأسف النتيجة هي أن ما جرى مخالف لكل الشرائع بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وبالتالي علينا أن نواجه الحقيقة، وهي أننا نعيش لحظات عصيبة، وأن الخوف على مستقبل البلاد وأمنها واستقرارها لا يمكن أن يصبح رهينة بيد مستشارين لم يبلغوا سن الفطام بعد ولا يريدون لنظام القائد الضرورة أن يغادر ذاكرة الناس. لقد بات واضحا الآن أن المستفيد الوحيد من هذه الفوضى هم جوقة المستشارين الذين يحيطون برئيس الوزراء ولا يعرفون أبسط قواعد العمل السياسي، وبالتالي فعلى كل شخص أن يحسم أمره، هل هو مع مصلحة الوطن أم مع مصلحة بضعة مستشارين ومراهقي سياسة يريدون اللعب بالوطن؟ القرار السريع الذي ينتظره الناس بعد مذبحة التظاهرات هو إقالة كل المسؤولين عنها وتقديمهم للقضاء. المسألة بالنسبة لي ليست شخصية، كما أنها ليست متعلقة بفشلهم المتواصل في معظم الملفات، لأن الناس أدركت مبكرا أنها تعيش في ظل تهريج سياسي، وإلا ما معنى أن يسلم ملف التحقيق في حوادث قتل المتظاهرين إلى وزير التخطيط؟ وعندما تسأل مذيعة إحدى القنوات أحد مستشاري رئيس الوزراء لماذا تم اختيار وزير التخطيط ليرأس لجنة أمنية، يجيبها بكل أريحية: لأن وزارة التخطيط تخطط لأمن البلد. وإذا عرفت عزيزي القارئ أن وزير تخطيط العراق نوري صباح الدليمي يحمل شهادة مدرسية، شهادة مدرسة دينية، لك أن تتخيل حجم التنمية والمشاريع التي ستنعم بها البلاد. تكررت في الأيام الأخيرة ظاهرة لا وجود لها إلا في هذه البلاد المغرقة بالخطابات والشعارات، تتلخص في محاولة البعض أن يطمس دور الكفاءة في بناء البلاد، لأن القائمين على الدولة أصروا على أن يحولوا البلاد إلى برنامج ساخر.
رغم مرور 9 سنوات على انطلاقة ثورة الربيع العربي من تونس، لم تتحقق الشعارات التي رفعتها الشعوب في ميادين التحرير والتغيير العربية، وثمة أسباب ذاتية وموضوعية حالت دون تحقيق حلم الشعوب العربية التواقة للحرية والعدالة والديمقراطية والكرامة بعد حكم الأنظمة الدكتاتورية الطويل. لكن في مقابل ذلك هناك عدة عوامل ستبقي ثورات الربيع العربي مستمرة في ميادين التحرير والتغيير. مقال للكاتب نبيل السهيلي في صحيفة عربي 21. لقد أدت عملية الفساد المالي والإداري إلى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فضلاً عن تفشي ظواهر خطيرة في غالبية الدول العربية. وفي مقدمة تلك الظواهر ظاهرة القطط السمان حول النظم السياسية الحاكمة، وتلك الشريحة لا يهمها إلا تراكم رأس المال بعيداً عن القيام باستثمارات تعود بمنفعة مباشرة على الأوطان والشعوب. وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع وتيرة مؤشرات البؤس في غالبية الدول العربية، فتفاقمت معدلات البطالة وازدادت قيمة الديون الخارجية وارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع إلى معدلات فلكية رغم وجود المصادر الطبيعية الوطنية الكبيرة. وهذا بدوره سيكون من العوامل المهمة لاستمرار ثورات الربيع العربي التي نادت وتنادي بالتحول الديمقراطي. اللافت أن سياسات النظم السياسية العربية انعكست على مناحي الحياة كافة، ومن بينها الحياة السياسية والاقتصادية، وتجلى التعبير عن ذلك من خلال سوء توزيع الدخل القومي للدول العربية، حيث تتحكم أقلية من السكان التي تعيش في كنف النظام السياسي القائم بالقسم الأكبر من الدخل القومي لهذه الدولة أو تلك، في حين بقيت أكثرية المجتمعات العربية عرضة لتفاقم ظاهرة الفقر والبطالة والجهل. بالأرقام يتوزع الدخل القومي بشكل أكثر عدالة نسبياً في الدول المتطورة، في حين يستحوذ 20% من سكان الوطن العربي على 90% من الدخل القومي. ويمكن الجزم بأن الاستمرار في حالة النظم السياسية العربية المترهلة والفاشلة سيؤدي إلى تراجع في المؤشرات كافة الدالة أساساً على تطور المجتمعات إن كان على المستوى الداخلي أو الخارجي، ويمنع العرب من اللحاق بركب الحضارة. وتبع لذلك فإنه من المؤكد استمرار ثورة الربيع العربي. تعود الأزمة الكبرى التي يواجهها النظام اللبناني إلى أسباب تاريخية أنتجت تراكماً للتناقضات السياسية والاقتصادية. فاقتصاد لبنان منذ تأسيسه هو اقتصاد ريعي غير منتج، أما نظامه السياسي فقائم على المحاصصة الطائفية التي تعتمد فيها العائلات السياسية الحزبية على الزبائنية التي تقوم فيها برشوة محاسبيها وأنصارها في مقابل السكوت على استحكامها بمصادر السياسة والنفوذ والثروة. جاء ذلك في افتتاحية في صحيفة القدس العربي. أدى هذا الوضع السياسي الاقتصادي الهجين إلى انكشاف كبير بعد الثورة السورية عام 2011، وظهور علامات الاهتراء والهشاشة في الوضع الداخلي اللبناني، فتراكبت العوامل الاقتصادية، الانكماش الاقتصادي وارتفاع الدين العام 85 مليار دولار الذي يستنزف 44% من الإيرادات العامة إلى آخره، مع العوامل السياسية الانقسام بين قوى 8 و14 من آذار والاغتيالات السياسية والتدخل العسكري لحزب الله في الأزمة السورية ولجوء قرابة 1.5 مليون سوري إلى لبنان، والعقوبات الاقتصادية الأمريكية على الحزب ومصارف وشخصيات مالية مما انعكس على القطاع المصرفي اللبناني وهو عصب الحياة الاقتصادية في لبنان، إضافة إلى الأسباب السياسية والاقتصادية الظاهرة. فإن ما لا يظهر في أوراق تحليل الوضع اللبناني هو الأثر الهائل للفساد السياسي والاقتصادي، والذي يجعل أي محاولات دولية لدعم الاقتصاد اللبناني أو أي مشروعات إصلاحية مجالاً لأشكال الفساد والسرقة ونهب الأموال العامة. وإذا قامت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها في شباط فبراير
المقبل بتخفيض تصنيف لبنان كما فعلت وكالتا فيتش وموديز، فهذا سيؤدي إلى انعدام الثقة بسندات الخزينة اللبنانية وبقدرة الدولة على سداد مستحقاتها المالية، ما قد يؤدي ختاماً إلى إمكان انهيار اقتصادي جزئي إذا تدخلت المنظومة الدولية للحفاظ على الاقتصاد اللبناني، أو إلى انهيار كلي. تبدو الاحتجاجات اللبنانية الحالية استشعاراً بالهاوية التي يهبط إليها لبنان ومحاولة لوقف هذا التدهور. ومن المتوقع من الطبقة السياسية اللبنانية على اختلاف توجهاتها السياسية أن تحاول أيضاً وعلى طريقتها منع هذا الهبوط عبر خطط إصلاحية مؤقتة، وكذلك منع اتجاه الاحتجاجات إلى حالة ثورية تكسر الهويات الطائفية. فاجأ اللبنانيون الطبقة السياسية الفاسدة الممسكة بأعناقهم التي ذهبت بعيداً في سياسات الاحتقار والإفقار، تدفقوا إلى الشارع في كل المناطق ومن كل الطوائف، وهذا المشهد غير مألوف منذ عقود بحسب الكاتب غسان شربل في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط. إنها موجة عاتية من الغضب ضاعفها شعور اللبنانيين بعدم جدية الحكومة والحكم في التصدي للانهيار الاقتصادي المقترب والذي يهدد لقمة أطفالهم وفرص التعليم والعمل ويدفع بمزيد من اللبنانيين إلى طريق الهجرة. لم يعد اللبنانيون في وارد تصديق أسطوانة الحكومة والحكم عن محاربة الفساد ومعالجة التدهور الاقتصادي. ضربت السنوات الأخيرة مصداقية العهد والحكومة معا، كان هدير الشوارع واضحا، وهو أوفد رسائل الخيبة باتجاه ساكن السراي الحكومي وساكن قصر بعبدة. هذا من دون أن ننسى أن الرجلين دخلا المقرين استنادا إلى شرعية انتخابية وموقع مميز لكل منهما داخل طائفته. بعد موجة الغضب التي تجتاح لبنان يقف عهد عون أمام منعطف كبير، وتاريخ الجنرال يثبت أنه كان لا يخشى المنعطفات والانعطافات حتى ولو استلزمت تخطي التفويض الشعبي أو الدستوري الممنوح له. وأمام المنعطف الحالي من واجب الجنرال أن يقرأ ويسمع. واضح أن العهد أخطأ في التعامل مع القوى التي شاركت فيه آتية من ركام تجمع 14 من آذار، وواضح أيضا أن الحريري أخطأ حين لم ينطلق في رحلته مع العهد من قاعدة أصلب وأوضح وأكثر توازنا، خصوصا أنه يدرك جيدا أن الانهيار يقرع الباب، وكان باستطاعة الحريري أن يفيد من حاجة العهد الملحة إليه لتفادي الانهيار الاقتصادي الكامل، وكان باستطاعته أن يدير العلاقات على نحو أفضل مع حلفائه السابقين لضمان شيء من شبه التوازن. غضبة اللبنانيين صريحة في الداخل والخارج على الحكم والحكومة، تجرع سم التنازل لإرادة الناس، لأن كل رهان للآخر معروف النتائج والعواقب. إننا أمام فصل جديد مختلف في حياة لبنان، لا يمكن الذهاب إلى المستقبل بشبه دولة مستباحة. الاحتجاجات اللبنانية تضمنت مشاركات لفنانين وممثلين واحتفالات موسيقية ومفرقعات نارية وحلقات دبكة وحلويات وأعراس. لليوم الخامس على التوالي بقيت الاحتجاجات الشعبية على منوالها وزالت الحشود فيها، وتخلل تظاهرات احتفالات موسيقية في طرابلس، زفاف في عالية، مفرقعات نارية في ساحة رياض الصلح وجل الديب، وحلقات دبكة وتوزيع للحلويات في زوق مكايل. وحفلت التظاهرات التي شهدتها بيروت والمناطق اللبنانية بالكثير من الهتافات والشعارات التي رصدت القدس العربي، من بينها ثورة ثورة، في إشارة إلى ضرورة رحيل كل الطبقة السياسية. كان هذا الشعار ثورة ثورة الأكثر ترديدا على لسان معظم المتظاهرين، وتحديدا الذين ينتمون إلى المجتمع المدني واليساريون.
لا أحد ينكر عبقرية ليوناردو دافنشي وتألقه على أقرانه، والآن بعد مرور 500 عام على وفاته ودهش دافنشي الوسط الهندسي، حيث تم اكتشاف صحة وقابلية أحد رسوماته الهندسية للتطبيق. قام مهندسون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بتحليل الجسر الذي صممه دافنشي عام 1502، والذي رسمه من أجل السلطان العثماني بايزيد الثاني، وكان يهدف إلى ربط إسطنبول ومدينة غلطة المجاورة لها، إلا أن هذا التصميم لم يرى النور لسبب ما. وقد تمكن الباحثون من إثبات السلامة الإنشائية للتصميم المذكور، أنه قابل للتطبيق بالفعل على أرض الواقع، أمر الذي لا يستهان به، لأنه لو تم تنفيذه لكان الجسر الأطول في العالم آنذاك، حيث يزيد طوله على الجسور الموجودة وقتئذ بحوالي 10 أضعاف. وقد أظهر اختبار النموذج المصغر أن التدابير التي اتخذها ليوناردو للتصميم جملة إنشائية مقاومة للزلزال قد أثبتت فعاليتها في منطقة مشهورة بنشاطها الزلزالي كإسطنبول. والآن إلى الكاريكاتور. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.